الحمد لله والشكر لله. جلاس بوت ده من طراز جديد مشغل بالطاقة الشمسية، ومصدر الطاقة الشمسية هي الأولى الحمد لله، ويعتبر أول جلاس بوت في جمهورية مصر العربية شغال بالطاقة الشمسية. وإحنا عارفين إن الطاقة برضو كهرباء مفيدة، والأسماك كلها بتتلمع على الضوء. دي الفكرة جت من هنا، إن السمك بتلمع على الضوء. فالحمد لله الطاقة الشمسية حققت لي إنجاز، وده العصر الحديث. وعشان نطور السياحة أنا فكرت إن أنا أدخل الطاقة الشمسية، ربنا وفقني وبشهادة السياح الحمد لله أنجزنا إنجاز جميل، كله بيشكر فيه وكله اتمتع بيه، وادينا بسمة للسائح جديدة، واستغلينا الليل واستغلينا النهار في تطوير السياحة. وأتمنى من الله إن ربنا يوفقنا الفترة اللي هي بالليل، الحمد لله يعني بيبقى البحر نايم، مفيش أي مشاكل، مفيش أي حاجة، فبدأ يدي تنمية للسياحة وتم تطويره فعلا، وناس كتير جدا اتفرجوا عليه قالوا لي أحسن من النهار، لأن في كائنات بتظهر بالليل ما بتظهرش بالنهار، والسمك أصلا بتلمع الشعاع، فبيعمل شعاع من تحت فبتلم كمية أسماك كتيرة. عملت بيه كام رحلة مع الأجانب الحمد لله ربنا وفقنا، واول جلاس بوت يبقى موجود في خليج العقبه وفي الغردقه، ممكن اقول لك في جمهوريه مصر العربيه، مش عاوز ازايد، ولكن انا شايف ان ده لتطوير السياحه وتنميه السياحه. والحمد لله انا بهدي الاستاد المحافظ والمدينه الذهب بالاخص، ان مدينه الذهب الحمد لله تمتلك جلاس بوت مش موجود على خليج العقبه ولا في اي مدينه. مضاء بايه؟ مضاء بالطاقه الشمسيه، والحمد لله جبت الكشافات بتاعته، وصناعه مصريه 100% ومصنع في مدينة الدهب الحمد لله في ورشة اللاجونة، وقعدت فيه سنة وربنا كرمني، والحمد لله أنا بهدي الأستاذ المحافظ ورئيس مدينة الدهب بالأخص لدعم السياحة وتطوير السياحة، زي ما الجهات المسؤولة كلها بتطلب مننا إحنا نطور السياحة. الحمد لله قدرت أطوره، وبشهادة الأجانب وباستمتاع الناس الحمد لله حققت بيه نجاح.